إلى خبر سار آخر يتعلق بمجموعة أم بي سي هذه المرة، إذ فازت قناة أم بي سي مشاهدينا بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني عن مسار أفضل منتج تلفزيوني، هذا بعد تقديمها تغطية مباشرة وخاصة لاحتفالات وفعاليات اليوم الوطني السعودي 90 من استوديوهاتها في دبي وأيضا الرياض، وكذلك عبر شبكة استوديوهات ميدانية أقامتها من مختلف مناطق المملكة والدول العربية. مبروك لنا ولزملاء حمودة. أبارك لك غيوة وبارك نفسي ولكل الزملاء والزميلات في هذه التغطية اللي تضمنت لقاءات مع الأهالي والمسؤولين والمثقفين أيضا والشعراء محليا وعربيا، وسلطت الضوء على جهود المملكة في مكافحة الفساد والتصدي لكورونا وسنة رئاسة المملكة لقمة العشرين والعديد من المواضيع الهامة. وشارك أيضا في هذه التغطية أكثر من 18 مذيعا و20 مراسلا وفريق إعلامي وفني مؤلف من 200 شخص ساهموا جميعا في إنجاح هذه التغطية. المنتج التلفزيوني والجهات الإعلامية المنافسة هي قناة الإخبارية وقناة ام بي سي. اللي فاز ألف ألف مبروك. قناة ام بي سي يمثلها الأستاذ مالك الروقي، ألف مبروك. إذن معي من الرياض مراسل ام بي سي من هناك الزميل خلف الخلف. خلف ألف ألف مبروك، أنت والزملاء المراسلين كنتم بالفعل نجوم هذه التغطية، لذلك أترك المجال للحديث عن هذا الفوز المستحق للقناة. نعم محمود، ألف مبروك لك والغوة والكافة الزملاء والزميلات. كانت تغطية عملاقة، كانت تغطية غير مشهودة اليوم في هذا الحفل اللي خلينا نقول أتى ليظهر مثل هذه الجهود وأتى أيضا لينصف الأعمال المميزة. اليوم أكثر من 1800 عمل ام بي سي اليوم حققت جائزة أفضل منتج تلفزيوني من خلال تغطيتها لليوم الوطني. هذه التغطية التي حضر لها مبكرا وتغطية شهدت حضور عدد كبير جدا من الشخصيات الهامة. اليوم احنا يمكن هذا الضيف اللي دخل علينا جديد اللي هي الجائزة، بكل تأكيد هذه الجائزة اللي ربما تعني الشيء الكبير جدا أمام هذه الجهود العملاقة والكبيرة. اليوم احنا يمكن خلينا نقول من خلال المسارات الكبيرة أو المسارات الثمانية التي رصدتها وزارة الإعلام، مسار المنتج التلفزيوني أتى ليظهر الفيديو البرومو التشويقي التي أظهرته ام بي سي. اليوم ام بي سي تفخر بأعداد كبيرة جدا من الفنيين وأيضا الصحفيين المميزين الذين عملوا على هذه التغطية في وقت مبكر. صدقونا احنا في وقت كورونا كنا في وقت الأزمة. طبعا اليوم مالك الروقي وعبد الله القحطاني، مالك الروقي طبعا غني عن التعريف واللي استلم الجائزة اليوم ومدير أخبار مكتب ام بي سي في السعودية، أهلا وسهلا فيك مالك. خلاص احنا سعيدين اليوم كلنا أخذنا الجائزة هذه. اليوم هذه الجائزة باسم المجموعة، هذه الجائزة باسم كل من عمل في هذه التغطية العملاقة. احنا دائما ما نتكلم عن أنفسنا كام بي سي، لكن اليوم معنا جائزة. طبعا عبد الله القحطاني البروديوسر، عبد الله مشاعرك وانت اليوم تشوف الجائزه يمكن اتت بعد جهد كبير جدا وبعد خلينا نقول تعب. الحمد لله هذا استحقاق للجميع لزملائنا، وارجو ان يكون هذا ما يرضي مشاهدينا ان شاء الله. التغطيه كانت تحمل طابع عربي وكانت مختلفه ومميزه. التغطية كانت تتحدث أن العالم العربي اليوم يحتفل بالمملكة العربية السعودية التي كان لها دور في كل إنسان عربي ولها دور كذلك في كل إنسان مسلم أن تقدم له هذه البلد 90 عام من التنمية ومن العطاء. احنا نحتفل جميعا بهذه المناسبة العظيمة. بلا شك، شكرا لكم وألف مبروك. خربنا اللايف عليك. بالعكس انتم أضفتوا إضافة كبيرة أكيد. شكرا لكم. طبعا حمود وغوى كما شاهدتم الفرحة كبيرة جدا، كيف لا نفرح ونحن نحقق مثل هذا الإنجاز الذي يسجل باسم المجموعة باسم شاشة كل العرب ام بي سي. هذه الشاشة التي يتابعها الصغير والكبير، التي قدمت 14 ساعة بث متواصل في تغطية عملاقة يستحقها بكل تأكيد اليوم الوطني السعودي. نعم حمود،
شكرا جزيلا لك خلفي ايضا وللزملاء عبد الاله القحطاني وايضا مالك الروقي، مبروك لكم ولنا هذا النجاح المستحق بالفعل. وربما يعني هذا الضيف الذي كنت تحمل بيدك يضع علينا المزيد من المسؤوليه. صحيح. لاعطاء يعني افضل ما لدينا اينما كنا تحت مظله مجموعه ام بي سي. شكرا لك من الرياض مراسل ام بي سي زميل خلف الخلف.